مساء الخير، عايز اسألكوا حاجة. ايه الهدف التغذوي بتاعكوا في رمضان؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني وانت داخل رمضان كان ايه الهدف اللي انت حطه، وشايف شكل جسمك لما تخرج من رمضان عايزه يبقى ازاي؟ الهدف اللي بتحدده ده هو اللي هيحدد طريقة أكلك طول رمضان، النيوتريشن ستايل بتاعك. يعني لو انا داخل رمضان وحط هدف ان انا في خلال الشهر ده هعمل ديتوكس لجسمي، هنضف جسمي، هجدد خلايايا، هحسن الانرجي بتاعتي بشكل عام، هقلل علامات الشيخوخة، هظبط كفاءة الكأب بتاعي، كل الكلام ده، في الحالة دي هعتمد على نظام ان انا اقرب اكلي لنظام الانترميتنت فاستنج او الصيام المتقطع اللي اتكلمنا عنه، هنقلل استهلاكنا واعتمدنا على السكر والنشويات لاقصى حد نقدر عليه. فعم اوكي مع جسمي وما عنديش مشكله في الوزن بتاعي داخل رمضان ووزني مظبوط، بس مش عايزه يزيد ولا عايزه الخبط في رمضان، وعايزه اخرج من رمضان من غير ما ازيد في الوزن. هنعمل ايه في الحاله دي؟ ممكن نمشي على نظام اللو كارب اللي هو بيسمح لي ان انا اكل كل حاجه بشكل بالانس، بس اخد بورشن قليل، فمش هحرم نفسي في حاجه، وهدخل جسمي الياف كتير وفاكهه وخضار وفيتامينز، ومش هيبقى عندي مشكله في الحرمان، بس هياخد زي ما قلنا بورشنين، وبعد على الحاجات المضره بروسيسد فود، المصنعات يعني، والمياه الغازيه والحاجات المقليه بشكل كبير. لكن لو انت داخل رمضان مش هتتصور لشكل جسمك وانت خارج عايزه يبقى ازاي، ولا حاطط هدف تغذوي ليك اصلا، دوس رز ومكرونه وحلويات ولخبط. كل سنه وانت طيبين. دكتوره شيرين متولي، استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه لصحه المراه. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.